شو صاير لك شوكات؟ انت اولادك عم تخطفوا بنات الناس؟ اغفر الله العظيم وكله الله، مو خاطفينا، روح خليني فهمكم. لك شو بدك تعاملنا؟ طيب يا ابو عصام الله يصلحك ويهديك، ليش اول ما فاتت لعندك على البيت ما خبرتنا؟ كنا رحنا لعندهم، ايه شو فكر لحالك عايش بالحاره؟ يا جماعه لازم نفكر شو بدنا نعمل، لانه انا حاجز انه جايين. ها بعد شوي الله يستر من شي فتنه بيننا وبين حافه اليهود من تحت راس معتز وعمايله، والفرنساوي عم يدور على هيك شغله دواره. ما صار شي عمي، ما صار شي، اعطوه البنت واعطوهم كمان معتز موقع البيعه. لك ست حلق انت عرفت شو عم تحكي. لكان شو بدنا نساوي عمي، شو بدنا نساوي؟ نستنى لتروح الحاره كلها من بابها لمحرابها، من ورا فعايل معتز قاعد عم يحبوا يتمعشى. لك خاطر لا تخليني اغلطك ترى. شلون بدك يعني احكي معك عمي، شلون بدك يعني؟ تفضل هات اعطينا حل نشوف. خاطر نور عمي ابو ظافر، قوم برضاي عليك. هلا من الاخر ابو عصام، انت رح ترجع البنات؟ شيخي الشرع شو بيقول بهيك حاله؟ والله الشرع بيقول بحق له يتجوز يهوديه، واذا حب يضل على دينها بتضل. ايه خلص انحلت القصة، معناها ما بنرجع البنات وبنكتب كتابة على معتز. لا لا ما رح نكتب كتابة على معتز هيك حتى يوافق أبوها. وبعدين معك أبو عصام لسه منشيل كمين بتجينا شمال، شلون بده يوافق أبوها؟ لا أخي بيوافق، بيوافق بنحكى معه، بس أعطونا هيك كم يوم يعني شوية مهدوي نعرف نفكر نحكي معه. أنا بعرفه الحكيم موسى وبحكي معه. وين ده حيضل؟ هيدح له كم زلمة؟ لا إله إلا الله منك أبو قاسم. لك مش هذا الله شو عم تحكي أنت؟ عطيته شو طلعهوش؟ لك لك بدك يعني انشغلت انا اولادي بهي القصه يعني نروح فيها؟ لك انت خال الاولاد، نحن جايين نحل مشكل. اعطونا هيك بس كم يوم نهدى ونروح، خلينا نحكي مع الحكيم موسى. انا بعرف قول الزلمه لك ومنلاقينا حله بنلاقينا دوباره. لك مخلوقه فاتت على بيتي صارت بعهدتي، بعهدتي ومحرم على معتز يفوت على البيت طول ما هي بالبيت الا حتى يكتب كتاب عليها رسمي وعلى سنه الله ورسوله، على سنه الله ورسوله مو كيما كان. الله يرضى عليك ابو قاسم. أكن توقفوا معي، وقفوا معي، أكن توقفوا معي، تركوني أنا أولادي من وجه القصة وبرأسي وبرأتي وبحلها، بس روح علي شوي. لك روح علي شوي، معتز غلط، لك غلط 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 بالعشرة غلط، بس ما كفر، بس خلونا نحلها بعدين نتحاسب يا أخي. ما نحلها وبعدين بنتحاسب. وعلى شو بدك تتحاسب؟ تتحاسب لك يا أخي على شو بدك؟ شو بدك تحاسبني؟ حاسبني قبل ما توقع الفاس براسك أبو قاسم. لك البلد هاي على الكف عفريت هتوقع فتنه. الله مولاه. ماشي يا ابو عصام، هي انت قلتها بعظمه لسانك. بنحل المشكله وبعدين بنتحاسب.